السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم شقه ثانيه. ديجا صورت لكم واحد الشقه، يعني في هذه العماره ريزيدونس ليليا، صورتها لكم فيها 88 متر. اليوم غادي نشارك معكم ديال 75 متر، حيت كاين اللي كيبغي شي حاجه كبيره وكاين اللي كيبغي المساحه قليله. 75 متر، هذه هي العماره من برا. المهم باقي خدامين فيها، المهم غادي نطلعوا نصوروا ان شاء الله الشقه يعني ديال 75 متر. بسم الله على بركه الله. انا غادي نطلع نشوف العماره هي هذه. ديجا انا صورت لكم يعني في هذه البلاصه ما بين زنقة القنيطرة والشارع بغداد. هادو هما الدروج، غنطلعوا الدروج يعني باقي ما فينيش، راه ما كيتصورش مزيان. اللي كيقولوا لي ما صورتيش مزيان، راه ديجا صورت لكم الشقات ملي كيكونوا فينين راه كيبان تصوير مزيان، ودابا راه كاين غير الظلام ما كاينش الضوء. داكشي علاش ديجا صورت لكم هذيك الشقه، وهنا كاين الدروج. هادو اللي غيطلع على السطح، عندك حقك في السطح. لاسانسور هو هذا، وكولاطاج فيه 4 ديال الشقات. ديجا قلتها لكم، وحده فيها 56 وجوج فيهم 88 88، وهذه فيها 75. غادي ندخلوا نشوفوا ديال 75. بسم الله على بركه الله. المهم اول حاجه راها مشمشه، راه شتو الشمس راه داخله، الشمس راها كتشمشه مزيان. غادي نشوفوا هذا الصالون كبير ما شاء الله، فيه يعني دايرين القبص ودايرين الجليج النوع ديالو زوين بزاف. كيقول مولاها النوع الرفيع ديال الجليج اللي دار ودار القبص كلشي، داكشي هو هذاك. هاد الشقات موجودين يعني غادي يوجدوا ان شاء الله واحد 4 شهور 5 شهور بحال هكاك. اللي باغي يدوز الصيف مرحبا، المهم الصحة والسلامة إلى ما دوز فيها الصيف هاد العام، يدوزوا الصيف إن شاء الله أو الراس العام، المهم غيوجدوا قبل من راس العام. الصالون هو هذا، راه كبير ما شاء الله، الجليج زوين. غادي ندخلوا نشوفوا هاد الشقة فيها الحمام، شوفوا الجليج ما شاء الله. المهم باقي الفينيسيون، يلا بداو كيفينيو. دابا هذا فيه الحمام وفيها لافابو وفيها ديال هادي طواليت وحمام، يعني بلاصه وحده. كاين هاد كاين غرفه جوج غرف، وكاين المطبخ. هذا المطبخ، الكوزينه ديالنا هي هادي، راه بلاصه الثلاجه بلاصه لا ماشين، يعني راه كبيره ولكن راه مازال ما مفينياش مزيان. فيها الشرجم كيطل على شارع بغداد، شارع بغداد هو هذاك، يعني شارع بغداد جاء وسط المدينه ديال المحمديه. هاد الجهه كاين زنقه القنيطره. المهم هاد الشقات قرب لكل شيء، قرب للبحر بزاف. باقي الفينيسيون، باقي الصباغه وباقي البيبان، يعني ماشي بزاف اللي بقى، راه كاين كلشي موجود غير دابا كيفينيو، راح الفينيسيون فيه شويه ديال الوقت. زنقه بغداد يعني الشارع بغداد هو هذا. وهاد البلاصه اللي خاويه كتبان لكم راه كانت تكوين، يعني كان يقراو فيها الدراري التكوين، وكانت فيها الجارده، ولكن دابا سادينها. هاد الجارده راه كتبان لكم كان فيها يعني كانت زوينه بزاف، فيها يعني الورد وكلشي، ولكن دابا سادين هاد التكوين. المهم بعد ما شفنا هاد الغرفه غندخلوا نشوفوا الغرفه الثانيه، حيت الشقه فيها جوج غرف وصالون ومطبخ وحمام. البلاكار هو هذا كبير بزاف، البلاكار تبارك الله. وكاين هاد الغرفه فيها الباركون، يعني الباركون، ولكن مازال ما داروش الشبيك، داكشي علاش ما قربتش نصور لكم. راه كتشوف هاد الشارع وكتشوف هاد الزنقه، المهم كتشوف شارع بغداد وكتشوف زنقه القنيطره. مازال ما داروش الشبيك، كاع الباركونات مازال ما داروش ليهم الشبيك. المهم راه يلاه كيفيني، وراه كتشوفوا الشراج مازال ما كاينينش، ملي غيديروا الشراج غيديروا كلشي والبيبان. المهم اللي شاري عنده حقه في السطح، وكاين لاسانسور. البلاكار ما شاء الله كبير بزاف.
المهم غنعاود نهضر معاكم شويه في نفس الوقت نصور وانتم تشوفوا. هذه فيها 75 متر، كل طاج فيها 4 ديال الشقات، واحده فيها 56 متر، جوج فيهم 88 متر، وهذه فيها 75. وهذوك اللي هذيك اللي صورت قبل من هذه راه عندها جوج جهات، كتشوف لاكور وكتشوف الشارع، هذه كتشوف غير الشارع. المهم باش نذكر لكم الثمن، انا كنقول الثمن بزاف اللي كيكتب ليا ولا كيتصل كيقول لك ما قلتيش الثمن، انا كنقول الثمن. ووحده راه قالت ليا ما فهمتش، انا كنقول الثمن بالدرهم وكنقولها بالريال باش اللي ما فاهمش الريال يفهم الدرهم. ولكن راه كاين بعض المرات واخا كنقول انا الثمن، مول شي الا اتصلتوا بيه غنحط الرقم الهاتف ديالو، الا جاوبكم ما جاوبكمش حطوا ليه الميساج، راه كاين دابا الواتساب خليوا ليه الميساج، لان الا قلت انا الثمن راه هو يقدر يساعدكم، كينقصوا الثمن ولا كيزيدوا الثمن، ما يمكنش يزيد الثمن راه كينقصوا. كيقول لك اللي جاي يشري مرحبا، اللي باغي المحمديه مدينه الزهور مرحبا بكم في مدينه المحمديه. هاد الثمن اللي دار هاد مول الشي راه دار ثمن مناسب، حيت وسط المدينه ما غاديش تلقاي هذاك الثمن اللي دار سي مول الشي. انا غنقولها لكم، غنقولها لكم بالدرهم ونقولها لكم بالريال، ونحط الرقم الهاتف اللي باغي يتصل يتصل بمول الشي، الا ما جاوبوش يحط ليه الميساج باش يجاوبو وهو غيتفاهم معاه، لان الثمن اللي كيقولوا راه مازال الا هضرتي معاه كيساعدك. هادشي بغيت نقول لكم. الرقم الهاتف ديالو غنحطو، الا ما جاوبكمش خليو الميساج في الواتساب. دابا كاين واتساب كلشي قريب كيقربوا. المهم الا ما جاوبوكم خليو ليه ميساج غيجاوبوكم في الميساج. المهم انا هادشي اللي قلت لكم، حيت بزاف اللي كيدخل كيقول لك لا انت ما كتقوليش الثمن وتصور ماشي هو هذاك، راه بصح تصور راه ما غاديش يصوروا مزيان، لان باقه فيها غير الظلام ما كاينش الضوء. ملي كنصور شي شقه يعني فينيه مزيان راه كتكون باينه وكتكون فيها الضوء مزيان، ولكن انا كنقرب لكم باش تشريو، حيت الا لقيت الشقات مزيانين مفينين مزيان وكلشي وقراب يعني كاينين وسط المدينه، بزاف اللي كيبغي الموقع يكون زوين وسط المدينه، ولكن كنلقاهم يعني ديجا تباعوا، يعني تباعوا كيقولوا لي كلشي مبيع. واخا كنصور غير شي حاجه اللي كتبقى ما بقى يعني شي حاجه قليله. داكشي علاش انا صورت لكم، باقي صورت لكم دابا حاليا هنا في هاد العماره كاين اربعه يعني برميان ودوزيام وتروازيام وكاتريام، ولكن راه دي دابا راه حاليا تباعوا في شي وحدين، تباعوا فيهم شي وحدين، تباعوا في البلان ملي دايرين لهم البلان تباعوا. داكشي علاش انا جيت نصور لكم اللي باقين، اللي اتصل بمول شي راه هو غيقول لي شنو اللي باقي واللي باش اللي ما باقيش، اللي تباع واللي ما تباعش. هادشي بغيت نقول لكم. دابا غادي ندوزو نشوفو الثمن، الثمن ديال هاد الشقه يعني المتر. انا واحد السيده قالت لي انت قلتي 11000 درهم و500، واش الشقه كامله واش كتقولي؟ قلت لها المتر، متر كولا مترو يعني ب 11000 درهم و500، 11000 درهم و500 سمعتوا، دابا 11000 درهم و500 المترو يعني مليون و30 الف ريال المترو، ما كاينش اللي دارها في هذا الموقع. الموقع يعني كيلعب الدور، فيه كل شيء، فيه الكرا، في الصيف راه كاين الاقبال كثير في المحمديه ما شاء الله، مدينه الزهور كيجيو ليها الزوار من كل الدوله، وكاين اللي زعما اقبال كثير كثير بزاف على المحمديه. هاد السيد راه دار واحد الثمن يعني مناسب جدا، لان مليون و30 ما غتلقاهاش في هذا الموقع اللي صورت لكم، 11000 درهم المترو. المهم حيت قراب البحر بزاف، كاين البشويه ها اللي كيعرف المحمديه، هاد البلاصه هادي راه هي الدروش كتنزلوا الباركين ديال الطوموبيلات.
راه عندكم الدروج، الا كنتو جيتو كاينه الطوموبيل غتجيبو شي حاجه تقديه ولا شي حاجه طلعوه في الدروج، ولكن راه كاين حتى لاسانسور، لاسانسور راه كاين حتى لاكاف، اللي ما قدرش على الدروج يطلع في لاسانسور. المهم دابا غادي نقول لكم قرابوا لكل شيء، بيم، كارفور، مخبزات، يعني كاين اللي كيعرف المحمديه مخبزات سراج، هذا هو الباركين ديال الطوموبيلات، كاين مخبزات سراج، كاين مخبزات جوهره، بيم، كارفور، قراب لكل شيء، يعني وسط المدينه، القصبات المحمديه، البشويه، البحر، زنقه بغداد، ما بين زنقه القنيطره والشارع بغداد. هذا هو المشروع بعد ما يسالي ان شاء الله. زنقه القنيطره لهي، وكاين بريد بنك حداها راه هو كاين قبال لكم، وصالون الحلاقه ديال النساء حتى هو كاين في هذا الشارع. هذه هي العماره راه كتشوفوا فيه، كاين جوج محلات تجاريه ديال اللي كاينين في هذه العماره كبار. المهم هذه هي الدخله ديال العماره، وهذاك هو الشارع بغداد اللي ما يعرفش شارع بغداد، جاء وسط المدينه قريب لمحطه القطار. مرحبا بكم، الف مرحبا، اللي عجبو الفيديو واحد اللايك، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم ومع السلامه.